في غرب السلط في إطلالة جميلة جدا. إطلالة بتطل على الغور، غور الأردن وفلسطين، بتشوف البحر الميت من هناك، وفي لحظات صفاء الجو يكون الجو صافي الصباح الباكر بتشوف فلسطين، بتشوف من جبال نابلس لا 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 تشوف جبال القدس، وتشوف القدس مدينة القدس نفسها طبعا، بتشوف أريحة وبتشوف البحر الميت. فالمنطقة إطلالتها الجميلة إشي بريح النفس. لما بهزني الشوق لفلسطين بروح هناك، على الأقل بتبل شوقك للبلاد، بتشوف البلاد بهذا الاتصال، ولو إنها في كل مرة ترجع بغصة إنه هاي بلادي هون، هاي على مرمى حجر، مع ذلك أنا يعني ممنوع أدخلها، بس رغم الغصة هاي بضل متشوق إني أروح وأوقف هناك وأتفرج، أملي عيني منها وأروح. روحي إلى عمري إلىك ما يلزمك.